جميل جدا عن جد. انت الجميل. حلو كثير. انت الجميل فعلا. يعني شفت اشياء ما بعرفها صدق. طيب. في قطع يعني انا قلت له منك شو لك يهون ما تخافي. ايه هلا الدور دوره. حسيت حالي كبير بالعمر. انا هيك حسيت طبعا. انا لما كنت عم بقول له عم بذكره بقول له ايام تليفون ابو قرص وايام مش عارف ايش. فقلت له انت مواليد امالي 79. قلت له نعم. حد ما صدقت لحتى جاب جواز سفر. صدقت. باسم اول شيء شو تمنيت بال 2022؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. انا تمنيت فعلا السريع اللي اجى هيك هو لبنان بشكل عام. ما بشكل خاص بشكل عام. ما في شيء لك خاص؟ لا لا عم بقول لك اول شغله. اول شغله فعلا لانه انا يعني انا شخص هلا زعلان كثير على 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 بلدي. زعلان عندي زعل بزعل عام ما شيء خاص يعني. فاول شغله اجت انه فعلا انه بس لبنان انه هالعالم تكون مرتاحه. طلعت الحوالي السؤال اللي بيطرح نفسه بعد التقرير. جاي بلعود ليش؟ ما بعرف ما بدي اجيبه. كويس. السؤال الذي يليه لك يعني بينسأل السؤال مهم. كل شغله عود وجانا بالعود. شو حبيتي فيه؟ عزفوا على العود. انا كيف تعرفت عليه؟ بعرف كيف تعرفت عليه. بدي شو حبيتي فيه؟ حبيت فيه اول شيء سرقني عزفوا على العود. كانت مناسبة حزينة. وما كان ما بعرف شكله. شفته من بعيد يعني. انا قاعدة بعيد فشفته يعني على المسرح هيك من بعيد ما بعرف تفاصيله يعني. فأخذني عزفه وكتير مش شوي وبعثت له دغري على الخاص. قلت له نعطوني رقمه بدي بعث له على الخاص. إذا أنت بادرتي؟ إيه طبعا أنا بادرت. عم بقول له عم حيي لأن كنا بوضع كنا بي يعني أنت تحركشتي حزيني. فيه خلينا نكون هيك. حركشت بس مش حركشت إني أنا عم جا أنا عن جد. أنت حسيت إنه هذا حيكون جوزك؟ وقت قربت عليه وقت اللي قربت عليه تعرفت عليه عن قريب لأنه ما بعرف شكله عن قريب. شفته من بعيد عن المسرح. سمعت هذا. أنا وقت اللي بنفعل بشي حلو فنيا بادر بعمل المبادرات. ليش يعني؟ عم شوف بجوجل الناس كلها عم داخل بحياتكم الشخصية. شو السبب؟ فاتين بحياتك الشخصية؟ هلا في 70,000 صفحة. والله؟ اي والله. ايه كتير صور واخبار. ايه ايه ليه؟ ليه؟ شو السبب؟ ما بعرف. ليه قولك باسم هالقد؟ ما انا ما بقى انا ما بقدر اعرف. انا باسم ما كثير ما كثير بحب جوجل. انت باسم ولا هذا بيطلعوا كثير بيطلعوا كثير بيطلعوا كثير صور لانه الحمادي شغله. انت نخبوي بالحياه بالفن؟ بالفن او بالحياه؟ بالفن. انا 20 سنه هيك وقررت انه بطل. ليه؟ لي شي 7 سنين تقريبا. ليه قررت انه تبطل النخبويه وما بطلع الخبز؟ لا تعبت. مش قبل الخبز هذا سبب بس. لا قبل الخبز تعبت. ليه تعبت؟ تعبت لانه في كتير مجهود فوق الطاقه او احيان. نحن بهيدي الكارير خاصه بالعود والسولو يكون واحد سوليست يطلع على مسرح ممنوع الغلطه.